بارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الهادي المبين إلى الطريق القويم. أحبتنا الطلبة أهلا وسهلا بكم من جديد في إشراقة يوم جديدة. أهلا ومرحبا بكم في حصتنا لهذا اليوم. آمل أن تكونوا مستعدين لهذه الحصة. قبل ذلك نفتتح يومنا بآيات عطية من ربنا الكريم كما أتمها بارك الله فيه القارئ من سورة الملك. الآن أحبتنا الطلبة كما اتفقنا وعهدناكم متابعين ومثابرين ومستمرين على دوام التميز والإبداع. من منكم أسعد الله أوقاتكم جميعا. شكرا لكم لما ودانيا وداليا عبد الله وسيمة وعبد الله وميس وسائر وسيمة. بارك الله فيكم أحبتنا الطلبة وأسعد الله أوقاتكم. أهلا يا ميس بكل خير. الآن أحبتنا الطلبة من تابع منكم حفظ سورة الملك وأشكركم وقد وصلني كل من تابع حفظ آيات سورة الملك الآن وسأوفق الآن من وسنرسل إن شاء الله التكريم لنا نهاية هذا الأسبوع حتى نحصل على أكبر عدد ممكن من الحافظين لآيات سورة الملك. فلنكن متابعين في الحفظ وما زالت الفرصة أمامنا. وأشكر من تابع وأرسل حفظ آيات سورة الملك. الآن كما أحبتكم أحبتنا الطلبة متابعون في آيات سورة الملك وكما قلنا أنها تبين عظمة الله عز وجل وقدرته على كل شيء وعلى ملك السماوات والأرض وقلنا أنها من الآيات المنجية والمانعة وقلنا أيضا أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها قبل النوم ويتابعها باستمرار هي وسورة السجدة وما لها من الفضل والأثر الكبير. كل يوم سأذكركم بقراءتها وحفظها وتدبيرها إن شاء الله وأسأل الله إياكم ولنا الأجر والثواب والنفع. الآن أحبتنا الطلبة ننتقل إلى حصتنا في اللغة العربية ونتابع. الآن قد وصلنا في حصتنا لهذا اليوم بعد أن انتهينا من حل الأسئلة والفهم والاستيعاب ننتقل اليوم إلى التدريبات. تمام التدريبات لهذا اليوم. أهلا بكم أحبتنا الطلبة أسعد الله أوقاتكم. 49 صفحة 49 ها هي حتى نكون متابعين معنا. تابعوا معنا
تابعوا معنا في رقعة الصفحة 49. شكرا لك يا دانيا. شكرا لك. شكرا يا دانيا. صباح الورد يا سيف الدين. شكرا لك سيف. شكرا لك. الآن أحبتنا الطلبة، التدريبات املا الفراغ على نمط كل مثال من الأمثلة الآتية. هذا يسمى نوع من أنواع الجموع. عندما أطلب أحبتنا الطلبة كتاب، ما جمع كتاب؟ مثلا قلت لكم كتاب، ما جمع كتاب؟ ما جمع كتاب؟ كتب. أحسنتم، كتب، بارك الله فيكم. أقول لكم ما جمع، ها هي مكتوبة؟ نعم. ما جمع قلم؟ ما جمع قلم؟ ما جمع قلم؟ بارك الله فيكم على نشاطكم، أحسنتم. أقلام، أقلام، نعم. أقول لكم مثلا ما جمع دفتر؟ ما جمع دفتر؟ هيا هيا نشاط. ما جمع دفتر؟ بارك الله فيكم، دفاتر، أحسنتم. شكرا لكم على تفاعلكم، بارك الله فيكم، نعم أحسنتم. تمام، كل إجاباتكم. أشكركم على مشاركتكم. محمد، ميس، جنى، خالد، عيسى، دانا، أسد الله، عبد الله، سيف، شكرا لكم. الآن يبين لنا هذا المثال التدريب الأول، هذا المثال على نمط جمع يسمى جمع في اللغة العربية فقط. ضعوا قوسين جنب التدريب، بجانب التدريب هنا. مسمى هذا الجمع في اللغة العربية جمع التكسير. اكتبوا عندك جمع التكسير فقط، نكتب سويا أحبتنا الطلبات، سويا نكتب جنب هذا التدريب الأول. أفكر في الأول، عند التدريب الأول هذا النوع من الجمع يسمى جمع التكسير. هل كتبنا؟ هل كتبنا؟ فلنتابع الكتابة، أحسنتم، بارك الله فيكم، نعم أحسنتم. الآن سنكمل سوية ونجيب سوية عن جمع كل كلمة من الكلمات الآتية على نمط المثال كما هي. نقول وقت، أوقات، تمام. وزن، ما جمع وزن؟ وزن مفرد، ما جمعها؟ ما جمعها؟ هيا 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 هيا، أحسنتم. سمع، عبد الله، دانا، محمد، سيما، أوزان، بارك الله فيكم. نكتب معا، نكتب معا، هيا أوزان، ها هي أوزان، نكتبها سويا، هيا نكتب أوزان، هيا أكتبوا معي. هل كتبتم؟ أوزان، هيا هيا نكتب أوزان، أحسنتم. لون، ما جمع لون؟ ما جمع لون؟ هيا عيسى، بارك الله فيك، ألوان، سماء، ألوان، بارك الله فيك، ميس، جود، هداي، ألوان، عبد الله، ألوان، ألوان، زيد، دانيا، أحسنتي، خالد، ألوان، جمع ألوان، أحسنتم. نكتب معا، هيا نكتب ونتابع، ألوان، ألوان، هذا تمام. هل طرحت أمامكم الصورة؟ هل هي واضحة؟ تمام، بارك الله فيكم. ننتقل إلى المثال الذي يلي. مرجع، مراجع. منزل، ما جمع منزل؟ ما جمع منزل؟ هيا 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 هيا، نشاط نشاط، ما جمع منزل؟ منازل، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا منزل نقول منازل. منزل، منازل. مجلس، ما جنبه مجلس؟ ما جنبه مجلس؟ الجمع المتنوع، جمع التكسير جمع متنوع على نمط أي مثال هنا. مجلس، مجالس، أحسنتم، مجالس، بارك الله فيكم. مجلس، مجالس. ننتقل إلى المثال الذي يلي هنا. تاجر، جمعها تجار. صانع، ما جمعها؟ ما جمع صانع؟ ما جمع صانع؟ صناع، صانع وليس مصنع.
صاحبتنا الطلبة عندما أقول نصنع تقولون لي مصانع، أما هنا صانع صناع على نمط تجار، تاجر تجار صانع تكون صناع. صناع حبتنا الطلبة جمع على نمط المثال، أقول على نمط المثال تاجر تجار صانع صناع عامل تكون عمال. أحسنتم بارك الله فيكم. تمام، عامل عمال بارك الله فيكم. تمام، كريم كريم كرماء شهيد. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم، أشكركم على تميزكم. شهيد شهداء بارك الله فيكم. نقول هنا شهيد شهداء، فقير فقير فقراء بارك الله فيكم. أحسنتم. هذا الجمع من أنواع الجموع المتنوعة، تمام، نسميه جمع التكسير. أقول أنا لأنه متنوع في جموعه، تمام. هل الخط واضح؟ تابعت معي في الكتابة؟ من لم يتابع إلى الآن؟ هيا تابعتم معي؟ أحسنتم بارك الله فيكم. الآن ننتقل بارك الله فيكم إلى المثال الذي يلي، إلى السؤال الذي يلي. لما أعيد الاتصال بالإنترنت وستكون الحصة مسجلة إن شاء الله، أعيد الاتصال سائر نفس الوقت نفس المواد، أعيد الاتصال لكي يكون الوضع أفضل. هنا السؤال الثاني، هنا أكمل الجملة باختيار الكلمة المناسبة من الشكل المجاور. تابعوا معي في صفحة 47 أحبتي الطلبة. الجملة هنا هذا هو المجالس التجار الألوان الأوقات الفقراء. هذه جموع أليس كذلك؟ ماذا سمينا هذه الجموع؟ المجالس التجار الألوان الأوقات الفقراء. ما اسمها؟ ما اسم هذه الجموع؟ ما اسم هذه الجموع؟ جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ أحسنتم، تكسير. جاء متنوعا، مجالس تجار ألوان أوقات فقراء، جاء جمعا يسمى جمع التكسير. اكتبوا عنده هنا جمع تكسير، هذه الجموع كلها جمع تكسير. أحسنتم بارك الله فيكم. اكتبوا معا عندها جمع تكسير. هيا اكتبوا عند هذا السؤال، هذه الجموع اسمها جمع تكسير. أكمل الجملة باختيار الكلمة المناسبة من الشكل المجاور. أعلن المدير ماذا؟ أعلن المدير ماذا؟ فراغ المخصص للرحلات المدرسية. ماذا أعلن المدير؟ أعلن المجالس أم الأوقات أم التجار أم الألوان أم الفقراء؟ ماذا أعلن؟ أحسنت يا سعيد، أعلن بارك الله فيك، أعلن المدير الأوقات المخصصة للرحلات المدرسية. فلنكتب معا الأوقات، ألف الأوقات، هيا هيا الأوقات. نكتبها سويا. الأوقات، الأوقات. أعلن المدير الأوقات المخصصة للرحلات المدرسية. صفحة 49، من يسأل ما صفحة 49 يا حبيبتي؟ 49 ها هي الصفحة. من آداب ماذا أن نوسع الكبير السن؟ من آداب، أحسنتم، المجالس. من آداب المجالس، نقول من آداب، نصغر الخط قليلا حتى يكون واضحا، نصغر الخط قليلا. من آداب المجالس،
من آداب المجالس. إذا الأولى أحبتنا طلب الأوقات، الثانية المجالس، الثالثة يحسن الأغنياء إلى من؟ حرصا على التكافل، يحسن الأغنياء إلى الفقراء أحسنكم، بارك الله فيكم، إلى الفقراء. يحسن الأغنياء إلى الفقراء، يحسن الأغنياء إلى الفقراء أحسنتم. تمام، وضح هذه القرينة. يحسن الأغنياء إلى الفقراء. اللون الأحمر من فراغ الأساسية في الطب، يعني ماذا من الألوان؟ بارك الله فيكم أحسنتم، من الألوان، هنا نكتب الألوان. الألوان، من الألوان، هل يوجد أي مشكلة؟ هل يوجد أي مشكلة هنا؟ اسألي يا عيسى. ما سؤالك يا عيسى؟ ما هي مشكلتك؟ بارك الله فيكم، نعم بارك الله فيك سائد، بارك الله فيكم. هنا عبد الله، هنا حمل أنباط قوافل من في أثناء حكمهم؟ قوافل التجار، بارك الله فيكم أحسنتم، قوافل التجار. تمام أحسنتم. هل يوجد مشكلة في الكتابة؟ هل يوجد أي شيء غير واضح رابع؟ هل يوجد أي شيء؟ أعد لكم، إذا الكلمة الأولى الأوقات، أعلن المدير الأوقات المخصصة للرحلات المدرسية. من آداب المجالس أن نوسع لكبير السن. يحسن الأغنياء إلى الفقراء حرصاً على التكافل. اللون الأحمر من الألوان الأساسية في الطبيعة. حمل أنباط قوافل التجار في أثناء حكمهم. بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. الآن السؤال الثالث يوضح لنا على نمط المثال. ابدأ الفراغ على نمط المثال ثم اقرأ. بعد أن حدد العالم، بعد أن حدد العالم مكان المشروع أدرك استحالة إقامته. الآن نريد أن نضيف كلمتين. هنا نلاحظ بعد وأدرك. بعد أن، بعد أن، هذه الكلمة مضافة. الآن ماذا نقول ألف؟ بعد أن أحس الرجل بالبرد. ماذا نقول بالفراغ الثاني؟ أدرك ضرورة اقتناء مدفأة. إذا أحسنتم، بعد نقول بعد أن، بعد أن أحس الرجل بالبرد أدرك ضرورة اقتناء مدفأة. لا، ماذا نقول؟ فقط نضيف هذه الكلمتين، بعد وأدرك، بعد أن. بعد أن رجع المسافر من غربته، نقول هنا بعد أن رجع المسافر من غربته أدرك مدى حبه، أدرك مدى حبه لوطنه. أحسنتم، أدرك مدى حبه لوطنه. جيم،
سمع المذنب النصيحة أحسنتم بعد بعد أن سمع المذنب النصيحة أدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه أحسنتم بارك الله فيكم أدرك أدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه. هل يوجد أي مشكلة هنا؟ بعد هنا بعد أن أحس الرجل بالبرد أدرك ضرورة اقتناء مدفأة. بعد أن رجع المسافر من غربته أدرك مدى حبه لوطنه. بعد أن سمع المذنب النصيحة أدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه. تمام أحبتنا الطلبة، هنا ننتقل إلى السؤال الذي يليه فقط في الكتابة. هنا فقط هنا سنكمل الكتابة بصفحة هنا 50. الكتابة، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم اقرأ. نريد أن ما هي يا غنى؟ هنا ما زلنا في الكتابة، ما زلنا في الكتابة، لم ندخل إلى اسم القاعدة فقط، لا لم ندخل لسه، فقط في الكتابة، في إملاء الفراغ بالجمل المناسبة. الآن، إملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، فقط نريد أن نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، فراغ من هيكل استحالة إقامة المشروع، ماذا نقول؟ أدرك أحسنتم، أدرك ابن الهيكل. أدرك ابن الهيكل استحالة إقامة المشروع. باب، فالصبر مفتاح الفرج. ماذا نقول؟ اصبر، فالصبر مفتاح الفرج. اصبر، فالصبر مفتاح الفرج. جيم، الصديق عن استقبال صديقه بالانشغال. نقول اعتذر أحسنتم، بارك الله فيكم، اعتذر. اعتذر الصديق عن استقبال صديقه بانشغال الدال حسانا لزيارة عمته في جراش. نقل استعد أحسنتم، استعد. حسانا لزيارة عمته في جراش. هذه أفعال فقط أكملناها، لا تكون لها قاعدة معينة، فقط ابتدأت بفعل فهي جملة فعلية كما ذكرنا سابقا عن الجملة الفعلية، كلها أفعال فقط للتذكير. أدرك، اصبر، اعتذر، استعد، كلها أفعال متنوعة نقول عنها بأنواع، بما أنها ابتدأت بفعل نقول عنها جملة فعلية. أحسن، هي جملة فعلية كما تحدثنا عنها. الآن السؤال الذي يلي هنا همزة الوصل أو همزة القطع. نكتب هنا همزة الوصل وهمزة ماذا؟ القطع. همزة الوصل، الوصل زائد القطع. تمام. أنشأ المسؤولون مركزا يعتني بالمتفوقين. نقل هنا أنشأ، هنا همزة قطع. أنشأ، أحسنتم، هذه أنشأ، ما لا نقول أنشأ، تمام؟ استرد ولا استرد ولا استرد، هنا استرد المريض عافيته، تقيده بإرشادات المريض، هنا همزة وصل، أحسنتم، استرد، بارك الله فيكم. جيم، انظر إلى معلمك باحترام، انظر، نقول انظر ولا انظر؟ انظر، هنا انظر إلى معلمك
باحترام أحسن، وانظر وانظر حتى نميز بين همزة القطع والوصل. تقولون لي أحيانا لا تميزون، أضع قبل الهمزة واوا أو فاء، نظر لا قبل الهمزة يا رابع، واوا أو فاء في الأولى مثلا، نقول وأنشأ ولا وانشأ، نقول أنشأ، هنا همزة قطع، استرد ولا استرد، نقول واسترد، انظر ولا انظر، هنا نقول وانظر إلى معلمك، إذا وانظر إلى معلمك هنا أتت همزات وصل. أحسنتم يا رب، بارك الله فيكم. هكذا نكون قد انتهينا من الإجابة عن جميع الأسئلة، تمام؟ غدا إن شاء الله نتابع التعبير ونتابع مختارات من لغتنا الجميلة بإذن الله تعالى. حضروا بتميز الجماعة، وبارك الله فيكم، شكرا لكم، شكرا.